مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو إيكويتي؟ ما هي ميزات إيكويتي؟ ما هو إيكويتي؟ لقد أدرك فريقنا في إيكويتي الحاجة إلى إحضار النوع التقليدي من حساب التوفير المقدم في البنوك إلى مساحة التمويل اللامركزي ديفي. ما هي ميزات إيكويتي؟ على الرغم من أننا لسنا بنكاً، إلا أن الرموز المميزة لدينا يمكن أن تقدم لك مكافآت أكبر بكثير من حساب توفير عالي الفائدة نموذجي. يتم إرجاع ضريبة البيع والشراء البالغة 20% الخاصة بنا إلى جميع حامليها من خلال الانعكاسات. يمكن استخدام حقوق الملكية كطريقة لمدفوعات نظير إلى نظير P2P. هدفنا من ذلك هو تمكين كل شخص لديه حقوق ملكية لاسترداد ضريبة 20% من خلال المكافآت. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.